على الرغم من أنه Resident Evil Code Veronica يعتبر جزء فرعي في السلسلة كونه غير مرقم ترقيم أساسي زي Resident Evil 0, 1, 2, 3 إلا أني بعتبره جزء أساسي ولا يقل أهمية عن الأجزاء المرقمة لأنه ببساطة بوضح أمور مهمة وبكمل قصص لشخصيات أساسية. وبهذا الفيديو حبيت أركز على أكثر 5 نقاط بتخلي ريميك كود فيرونيكا مهم جدا. فلا تنسوا اللايك and let's go. تنبيه مهم، اللي ححكيه حاليا في سبويلرز وحرق لكود فيرونيكا، يرجى الانتباه. 1. Resident Evil Code Veronica بتكمل قصة كلير وعملية بحثها عن أخوها كريس، فبعد ما حكالها الضابط مارفن في Resident Evil 2 إنه كريس راح لأوروبا، على طول كلير بتشد الرحال وبتروح لهناك. هلأ هذه الجزئية مبهمة شوي، إنه كيف عرفت هو وين بالضبط؟ لأن إحنا منشوف كلير بتحاول تقتحم أحد أفرع أمبريلا وبعدين بلقوا القبض عليها وبرموها في جزيرة روكفولد. فتوضيح بسيط لكيفية وصولها لهذه المعلومات بيكون شيء كويس. 2. زي ما كود فيرونيكا بتكمل قصة كلير، كمان كود فيرونيكا بتكمل قصة كريس بعد أحداث Resident Evil 1، ومنشوف إنه في مهمة صعبة للقضاء على مصدر الشر أمبريلا. هلأ بالريميك لازم يركزوا على كريس وبناء شخصية وشعبية كريس مرة تانية، لأنه بالنهاية هو بطل السلسلة الأول وبيستاهل ياخد بطولة جزء جديد. لكن كابكوم حاليا على دراية إنه شعبية كريس مش بمستوى شعبية باقي الشخصيات خاصة ليون، فلازم تستغل كابكوم الريميك لتصحيح هذا الشيء وتعطي كريس بعد إنساني وعاطفي أكبر. 3. كود فيرونيكا بيصير فيها تويست لا ينسى، وهي لحظة رجوع ألبرت ويسكر من الموت. زي ما كلنا بنعرف ألبرت ويسكر التايرنت بقتله في Resident Evil 1، فكيف رجع؟ هلأ هذه الجزئية كمان بشوف كود فيرونيكا ما وضحتها بالشكل المطلوب. كابكوم على أيام كود فيرونيكا الكلاسيكية أصدرت إشي اسمه تقرير ويسكر، وهو موكيومنتري أو فيلم توضيحي، وفيه بتتوضح جزئية كيف رجع ويسكر. هلأ حسب ما فهمت من بحثي على الإنترنت إنه هذا التقرير في وقتها كان فيه أخطاء، وبال2003 أعادوا كتابته وصار فيه معلومات من ريميك الجزء الأول وزيرو، وبال2015 هو وتقرير ويسكر 2 انعملهم ريماستر وتم تضمينهم كأنلوكابلز في النسخة اليابانية من Resident Evil HD Remaster. هلأ ويسكرز ريبورت 2 أو تقرير ويسكر 2 هذا زي دفتر يوميات بيحكي فيه تفاصيل الأبحاث اللي صارت على التي فيروس في مختبرات أركلاي، ولكن من وجهة نظر ألبرت ويسكر. بتحسوا إنه الموضوع بتوه شوي صح؟ يعني شيء بديهي لما تشوف ويسكر في كود فيرونيكا تسأل هذا كيف رجع، وعشان توصل للجواب رح تتغلب شوي. باختصار الدكتور ويليام بيركن بيكون أعطى ويسكر فيروس مميز، مش متأكد هو نسخة معدلة من التي فيروس أو البروجينيتر فيروس، والهدف إنه يخلي أمبريلا تعتقد إنه مات لحتى يشتغل مع الشركة المنافسة براحته. وهذا الفيروس بحط ويسكر في وضع اسمه الموت المؤقت، وبعد ما يرجع للحياة بيكتسب قوة خارقة، ولهذا السبب بيطلق سراح التايرنت في Resident Evil 1 لحتى يهاجمه ويقتله. هلأ هذه الجزئية بالريميك لازم يركزوا عليها أكتر وتكون واضحة للكل سواء بمشهد أو نوتة. 4. ريميك كود فيرونيكا بعتبره نقطة انطلاق ريميك الجزء الأول وزيرو، لأنه مع عودة ويسكر وإنعاش شخصية وشعبية كريس وعودة الحقد الأبدي بين هدول التنين بيصير في أسباب مهمة تخلينا نرجع للجزء الأول وزيرو، وما في أحلى من ريميك محترم لهدول الجزئين يتماشى مع التغييرات اللي ممكن تصير في القصة، والهدف طبعا توضيح القصة أكثر للاعبين. 5. قصة كود فيرونيكا بعتبرها من أحلى القصص والتويستات فيها مش هينة أبدا. بحس كابكوم بتبدع لما تخلي القصة تتمحور حول عائلة، وقصة عائلة آشفورد قصة حلوة والتعمق فيها أكتر حيزيد اللعبة حلا. يعني مش غلط نعرف أكتر عن ألكساندر آشفورد أحد مؤسسي أمبريلا والطرق السايكوباثية اللي اتبعها لحتى يصير أب، وكيف بعدين انقلب السحر على الساحر، وشو صار مع أولاده أليكسيا وألفريد، وكيف ألفريد شكل في ذهنه هوس غير طبيعي في أخته العبقرية أليكسيا،
ولو يعطونا معلومات أكثر عن مؤسسة العيلة فيرونيكا طالما اسم اللعبة عليها برضو بيكون شي حلو، زي ما عرفونا أكثر عن تاريخ عائلة سالازار في فور ريميك، مش غلط يعرفونا أكثر عن الكونتيسة الأولى فيرونيكا أشفورد. أوكي جيكسو، إحنا هيك وصلنا لنهاية الفيديو، بتمنى إنه يكون عجبكم. إذا عجبكم لا تنسوا اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وبهمني جدا أعرف رأيكم في التعليقات بخصوص Resident Evil Code Veronica وشو التغييرات اللي بتحبوا تكون موجودة في الريميك. أنا طبعا بتشكركم كتير للمتابعة، وقريبا برجع لكم بفيديو جديد. بأمان الله.